توقعه الكابتن ايمن الكاشف هيسمي اليو بابجي ايه. عندنا نقطه ثانيه برضو في السوشيال ميديا وهي الاستاذ شادي عيسى. طبعا الاستاذ شادي عيسى عنده برنامج في قناه الزمالك القادمه وطبعا مهتم جدا بشان النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، فكتب تويت او بوست بيقول: كتبت بوست عن القيمه المتوقعه لتعاقد الاهلي مع السنغالي بادجي. في حاله الاستغناء عن ازارو هتكون تقريبا 3 مليون دولار. دخل العديد من الاصدقاء الاهلاويه يردون جمله واحده زي فلوس بوطيب. الجمله يرددها كل اهلاوي كتب هنا او على تويتر، وعشان خاطرهم بس هكتب الاتي: بادجي هو بوطيب، واللي عمله بوطيب مع الزمالك هيعمله بادجي مع الاهلي، اتمنى كده يرتاحوا. نتمنى والله يا استاذ شادي ان انت لما تكتب البوست ده حضرتك اللي ترتاح. الموضوع بشكل عام لما يتفق غالبيه الجماهير على نقطه معينه ده مش معناه ان هم اتفقوا على نقطه غلط، لكن ده اتفقوا على نقطه واضحه جدا. لما انت بتتكلم عن فكره ازارو اللي المفروض او معرض ان هو يمشي لشهر يناير واحنا ما اتكلمناش خالص، يعني انت كده اتكلمت في فكره ان هو يمشي فري واحنا ما جبناش السيره دي خالص، واعتقد مش هيحصل الكلام ده. وكمان النادي الاهلي لم يعلن اصلا مين اللاعب الافريقي اللي هيتم استبدال اليو بادجي بيه، لكن انت توقعت خلاص ازارو وهيمشي فري وحددت بقى قيمه صفقه ازارو وقلت يبقى كده واقف اليو بادجي ب 3 مليون دولار. فطبيعي الناس تقول لك: طب وخالد بوطيب اللي جاي؟ وبرضه انت هتجيب لاعب افريقي وعندك كاسونجو حاطه في انتظار، واكيد في مشاكل بين خالد بوطيب، فالناس طبيعي بتقول لك كده. فانت تقول ان خالد بوطيب او بادجي هيعمل نفس الاداء، وكانك عالم الغيب، هيعمل نفس الاداء اللي عمله خالد بوطيب مع الزمالك. طب احنا هنشوف وهننتظر، لكن حابب بس اوضح لك فرق بسيط جدا، ان اليو بادجي اخر صفقه او اخر قيمه انتقاليه ليه على الترانسفير ماركت 1.5 مليون يورو اللي انتقل بيها لرابيد فيينا النمساوي. في الوقت اللي نادي الزمالك لما اشترى خالد ابو طيب كان اول نادي يدفع قيمه لخالد ابو طيب ويتحط قيمه لخالد ابو طيب على ترانسفير ماركت من خلال نادي الزمالك. فمش عايزين نسبق الواقع، وبلاش فكره ان دايما كل حاجه بتؤخذ بالخيال، خلينا نحكم على اللاعب بعد ما نشوفه على ارض الملعب. لا، ده في مغالطه تانية يا احمد، وهي فكره ان حتى اجر اللاعبين مختلف تماما. يعني خالد بوطيب الدفع فيه فلوس والقيمه الخاصه بتعاقده الموسميه عاليه جدا بالمقارنه باليو بادجي، ولكن انا هقول لك حاجه مش ممكن من زاويه مختلفه. انا بشوف ان اللاعب فكره ان سعره كبير او صغير مرتبط بحقق ايه. فمش هنقول انت غلط او صح بقدر ما المهم ان اليو بادجي لو حقق ارقام مهمه هيكون هو اللي رد بقيمه انتقاليه تكاد تكون معقوله جدا لما بتجيب لاعب من اوروبا.